اول انفستيجيشنز بنعملها يا دكاتره، سامعيني يا جماعه كلكم دخلتوا؟ اه دكتور. اول انفستيجيشن بنعملها لحاله بنفيجاس بنعملها تيزان كسمير، لان هو شيب تيست، لو كوست تيست، رابيد اوفيس تيست، وما بيكلفكيش حاجه، وبيديكي هنت كده سريعه ده ايه انت فين بالظبط. ماشي، فالتيزان كسمير بتعملي دي روفنج للايه، للالسر بتاعتك، وبعدين تاخدي من البيز جزء وتروح حطها على شريحه وتسيبيها يحصل لها دراينس، وبعدين بتصبغيها بجيم ستين، خلاص تحطي لها عليها فيكسيشن، تصبغها بجيمسة او تلوجين بلو ستير، عشان هنا هتشوفي اكانتريتك سيل. تمام، انما لو في تان مثلا هتلاقي نيكروتك سيل، انما لو هتلاقي لو في هيرب سيمبلكس هتلاقي فيها مالتي نيكليتد جاينت كيراتينوسايت. لو هتلاقيها لو هي في كونتاكت درماتايتس مثلا هتلاقي فيها ايزينوفيلز. تمام، هنشوف الحاجات كلها بالظبط. بينفجاس هتلاقي فيه اكانتوليتك سيل ومعاها ايزينوفيلز. سكالد سكين سندروم هتلاقي اكانتوليتك سيل، انما مفيش بكتيريا، يعني سكالد سكين سندروم ده توكسين ماشي في الدم وراح كاسر الديسموجلاين 1 سب كورنيال وراح عامل الايه؟ الوايد رينج بلاستر دي. انما لو هي 10 او ستيفن جونسون هتلاقي فيه نيكروتيك بيزل سيلز ومعاها فايبروبلاست وليكوسايت. انما بصي عكس سكال سكين سندروم، البولا سيمتايجو بقى ده حاجه برضو نتيجه الاستاف، بس اكانتوليتك سيل ومعاها بكتيريا ومعاها نيتروفيل، لان ده مش توكسين، دي البكتيريا نفسها في مكانها عملت بولس. لو هو هيومن بابلوما فايروس بيعمل حاجه اسمها كايلوسايت. لما نوصل للهيومن بابلوما فايروس في الفايرال انفكشن هقول لكم يعني ايه كايلوسايت، بس افتكروها كايلو ايه؟ سايتس كايلو هيربس سامبلكس. انتوا نمتوا ولا مش عايزين تكملوا ولا ايه بالظبط؟ شاركوا يا جماعه، شاركوني لو سمحت. ماشي، هيربس سامبلكس وتشيكن بوكس. ايه دكتور مع حضرتك. جاينت كيراتينوسايت. تمام، الملوسكم كونتاجيوزا بتبقى سيل كده وطالع منها بذور زي بذور الطماطم، هبوريها لكم لما نوصل للفيرال انفكشن. هاندرسون باترسون بادي بالظبط، كيس كده ومليان بذور طالعه منه زي بذور الطماطم. تمام، هاندرسون باترسون بادي هتبان بالتيزان كسمير. هاند وفوت ماوس ديزيز هتلاقي ساينسيتيال نيوكلياي، يعني نيوكلياي صحت على بعضها ومفيش اكنسوليتك سيل. ده هي وسيله الفيروس في ان هو ايه، بيبوظ الخلايا بتاعت الجلد اللي هي الكوكساكي فيروس، يعمل هاند فوت. الصوت معلش يا دكتور، ايه الساينيكيتريا النيوكلياي دي بتاعت الهاند فود دي عباره عن ايه؟ يعني سايحه على بعضها، مفتوحه على بعضها، اتفتحت. ماشي؟ بس مفيش اكنتوليتك سيلز. كانديدا في سودو هايفي وسبورز. لو كانت سبور ترايكوزس، فاكرين سبور ترايكوزس ورسمتها لكم قلت لكم ان فيها سبوراي استرايد بادز زيها زي بتاعت الساركيدوزس، بس الساركيدوز بيبقى جوه المالتي نيوكليت جاينت سيل، انما دي الاسترايد بودز بتاعتها بتبقى انتر سيلولر ما بين الخلايا، بتبقى الكولونز او اليست بتاعتها شكلها سيجار شيفد، ولما بتتجمع جنب بعضها جنب بعضها تعمل ورده كده بنسميها الاسترايد بودي. فاكرين سبوروترايكوز في الديب فانجل انفكشن؟ ارجعوا للفيديو بتاع الديب فانجل انفكشن عشان ترجعوا لها تحفظوها تاني. الاسكيبس هتلاقي ساركوبت سكابياي، واحدة عندها حشرة كده عندها أربع رجلين وفيها سباينز على الكيوتيكل بتاعتها في ظهرها. الليشمانيا هتلاقي إن في حاجة اسمها إيه؟ دونوفان بادز. عارفين توصفوا إيه الدونوفان بادز دي؟ يا مغازي بينك نيوكليس تقريبا. ايوه، لا ايوه برافو، اللي هي كان السيتوبلازم لونه ايه؟ بينك. اللي معانا اسمها بابا اسمه مغازي، اسمها ايه؟ معلش انا بنسى. انت معانا؟ يا دكتور نوران. نوران ايوه موجوده اهو، انت قلتيها قبل كده نوران، فاكره؟ ايوه موجوده. نوران بادز. ايوه، السيتوبلازم عباره عن ايه؟ لونه ايه؟ هو كان في حاجه بينك، ازرق، في حاجه بينك وحاجه بلو. ايوه ايوه،
كاينيتوبلاست كانت لونها احمر بليولس كاينوبلاست فاكرين في الليشمانيزس ده كل ده بيشخصه بالديزاين كسمير شوف سهل ازاي لا 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 يعني اعمل لك ديفرنشيشن ما بين كذا مرض ممكن يحصل مش موجوده في الكتاب يا جماعه انا اللي مجمعاها من كذا مصدر فصوروها شط كده وبعدين بنقولوها في الكتاب عندكم او في ورقه بحيث ان ايه تفضل عندكم ديفرنشال الحاجات اللي ممكن تطلع لك بالتي زانك سمير الالرجي كونتاكت هتطلع لك فيها ليمفوسايت وفيها ايه انما الكونتاكت الرجيك تطلع لك ايزينوفيلز مش عارفه تطلع لك ولا لا هنا الالرجيك المفروض يطلع ليمفوسايت وايزينوفيلز وفيها تادبول سيلز انما الارتنت كونتاكت تطلع لك نيتروفيل خلاص تادبول يعني سيل منبعجه ففي لها راس وليها ديل كده ماشي نتيجه الارتيشن اللي حصل دي بقى تي زانك سمير عشان تعملي ديفرنشيشن ما بين بنفيجاس فوليشيس وبنفيجاس فالجاريس شوفي الاثنين اكانثوليتيك سيل بس دي شكل الاكانثوليتيك سيل دي بتاعتها ايه جايه من الستراتوم جرانيلوزم فشوف طويله ازاي انما دي جايه لها من البيزل سيل فشفتي مدوره ازاي فبتعرفي من جاست تي زانك سمير دي بنفيجاس فالجاريس ولا بنفيجاس فوليشيس صح ولا لا باينه ولا مش باينه باين الفرق ان دي طويله شويه انما دي مدوره دي المدوره بتاعه البنفيجاس فالجاريس راوندد اكانثوليتيك سيلز تمام والبلستر بتاعتها بتبقى فلاسيد تاخدي الباثولوجي بتاعها لما تاخدي هيستوباثولوجي تاخدي كل البلستر دي او تاخدي من الايدج بتاعها لو هي لازم تبقى نيولي فورمد لو مفيش نيولي فورمد تعملي ايه بيسالك كده في الشفوي لو مفيش نيولي فورمد فيزيكال تعملي ايه تشخصي العين ازاي نيكولسكي ساين ايوه تعملي بنيكولسكي مانوفر كده عشان تو اليسيد نيكولسكي ساين تروحي واخده الايه الكشكشه اللي حصلت مش تستني لما تعمل بولي وتفضلي تحكي في جلد العين تشيلي جلده خالص من على جسمه يعني تاخديها كلها وتاخدي الايدج بس طيب الهيستوباثولوجي في الاول يا جماعه كلهم بنفيجاس فوليشيس وبنفيجاس فالجاريس وفي ايزينوفيليك سبونجوزس يعني اديما وايزينوفيلز اراوند الكيراتينوسايت هي ده معناها سبونجوزس انما هيدروبيك ديجنريشن هيدروبيك باثولوجي يعني السيل نفسها اتملت ميه انما سبونجوزس في ميه ان بتوين ذا سيلز فبيقول لك ايزينوفيليك سبونجوزس يعني اديما وايزينوفيل ان بتوين ذا كيراتينوسايت بعد كده تتعمل البولس بقى فالبولا سوبرا بيزل فيلد وذ ايزينوفيلز واكانثوليتيك سيلز with characteristic thumb stone arrangement ومعها فيلاي ما تنسيش الفيلاي تمام الديرمز مايلد ابر ديرمال بيري فاسكو انفلترت من الايزينوفيل برضو تحت البولس ادي منظر اهي بصي ده التومب ستون ابيرنس بس عامله ازاي عامله زي الاحجار اللي بتبقى في الايه في المقابر الاحمر ده ايه الزينوفيلز مليانه شوف الزينوفيلز الاحمر ده كل ده الزينوفيلز بص المنظر تومب ستون ابيرنس والحمراء دي الزينوفيل اهي خلاص وده الفيزيكال اهي مليانه كانتوليتيك سيل مدوره لما عايزه تعملي دايلك امينو فلورسنت بتاخدي ايه البابس ازاي بيري ليجن سكين ليس ذان 1 سنتيمتر من الليجن خلاص هتلاقي فيه ديبوزيشن في امينوجلوبولين انتر سيلولار جانكشنز عشان كده بتطلع نت فيش ابيرنس او في بعض الكتب كاتبينها ايه تشيكن واير ابيرنس عامله زي السلك بتاع ايه عشه الفراخ المهم الاثنين سلك خلاص شبكه فبيبقى في انتي بودي امينوجلوبولين جي وكومبلمنت 100% امينوجلوبولين ام امينوجلوبولين اف في بعض الحالات ممكن توصل 50% لوكيشن انتر سيلولار يبقى شكلها عامل زي ايه فيش نت ابيرنس ده الفيش نت ابيرنس بتاع البنفيجاس فالجاريس بنفيجاس فوليشيس هتلاقي فيش نت ابيرنس بس في الابر بارت بس حتى في السوبرفيشال بارت بس تمام الاندايركت امينو فلورسنس بقى بستخدم مونكي اوسوفيجاس في حالات الايه البنفيجاس فالجاريس ات از كورليتد ويز ديزيز في 90% تمام
الاميونو الكترو مايكروسكوب الكيراتينوسايت ديسموزوم وانتيجين ديسموزوم انتيجين ديسموجلاين 3 ده بيبقى 130 كيلو دالتون ديسموجلاين 1 ده بيبقى 160 كيلو دالتون ده بيحدد لك المكان بالظبط اللي واقف عنده اللي بتشوفيها بالالكترو مايكروسكوب هتلاقي ان الانتي بودي اللي انت حطاه واقف بالظبط عند ديسموجلاين 3 في البنفيجاس فالجارس ميكانيزم اوف اكشن اوف بنفيجاس فالجارس انتي بادي بيقول لك ان هو دايركت افكت فبيبوظ الانتجريتي بتاع الديسموزوم تايروزين كاينيز ستيميليشن فبيعمل ستيميليشن للبلازمينوجين اكتيفيتور عشان عن طريق الفوسفولابيس سي وده بيبوظ الديسموزوم او بيعمل ستيميليشن كولينرجيك ريسبتور فبيعمل انترسيلر سيجنالينج بيبوظ الديسموزوم ويعمل ديس اسامبلي لوك او يعمل استيميشن الابوبتوزس بانه بيعمل اكتيفيشن للكاسبيسز الانتي بودي دي تعمل اكتيفيشن للابوبتوزس الانتي بودي تعمل برودكشن اوف سايتوكاين كيراتينوسايتس قصدي درايف ذا سايتوكاين زي الانترفير انترلوكين 1 اند تي ان اف الفا الاثنين دول على فكره بيطلعوا من اي انتيجين بريزنتنج سيل سواء كانت ماكروفاج سواء كانت كيراتينوسايتس كل دول يعتبروا انتيجين بريزنتنج سيل فلما يطلعوا دول بيقول لك ان هو بيبوظوا الديسموزوم ويعملوا اكانتوليسيس الايفكت اوف الانكسن لايك مولكيول دي انا جايباها محاضره الدكتور احمد رشيد دي مش موجوده في عاصم ولا في كامل خلاص اللي عايز يقراها يقراها بس هو دكتور احمد رشيد بيسال فيها فانت صوريها سكرين شوت كده واحفظي كلمه واحده من كل نقطه يعني مثلا ان هو اول حاجه ان هو دايركت افكت ثاني حاجه انه بيعمل ستيميشن تايروزين كاينيز فبيعمل بلازمينوجين اكتيفيتور اللي انا معلمه لكم بالازرق ده ثالث حاجه ان بيعمل ستيميشن كولينرجيك ريسبتور فبيبوظ الديسموزوم رابع حاجه بيعمل ستيميشن الابوبتوز كلمه واحده عشان ما تتلخبطيش كمان بيزود السيتوكاينز اللي بتطلع من الكيراتينوسايت ده بيبوظ الديسموزوم كمان في حاجه اسمها بيمفكسيدين وده عامل زي الانكسن لايك موليكول بيبوظه فبيبوظ الديسموزوم وكمان بيساعد على الكومبلمنت فيكسيشن اللي بتطلع حاجه اسمها الماك كومبلكس فاكرين الماك كومبلكس اللي خدناه في الايمونولوجي يا نوران الماك كومبلكس اللي هي بتاعت النينجيا اللي راحت جايبه اخواتها السبعه وراحوا عاملين الماك كومبلكس فده برضو بيبوظ الديسموزوم خلاص تريتمنت بنفيجاس فالجاريس لازم تعرفي ان لازم ياخد كميه كبيره جدا من الكورتيزون اللي هي تتراوح ما بين 1 الى 2 جرام بير كيلو جرام بير داي خلاص يفضل ياخدهم لغايه ما يتوقف ظهور الايه الفيزيكلز لمده قد ايه ده سؤال انا اتسالته شفوي رحت قايله لمده اسبوعين قالت لي برافو عليك طيب وبعدين قلت لها بعدين نعمل تابرنج تابرنج بقى الطرق المختلفه للتابرنج اللي احنا خدناها في الجرانيلوما فاكرين المحاضره الاولانيه للجرانيلوما رجعوا سيادتكم ليها كده وشوفوا بنعمل تابرنج ازاي للكورتيكوستيرويد الترنت دي ثيرابي تعملي ديكريز الدوز على حسب الانيشال دوز مثلا لو هو 60 يبقى تنزلي 20 كل اسبوعين لو هو 40 تنزلي 10 كل اسبوعين لو هو 20 تنزلي 5 كل اسبوعين وهكذا very slow tapering لو لقيتي ان ظهر ليجن ترجعي للاوريجينال اللي انت كنت مستخدماها قبلها على طول اللي كانت عامله له ستابلايزيشن لغايه ما توصلي للدوز اللي هي المينتنس دوز اللي هيستمر عليها مدى الحياه عشان تمنع ظهور البلسترز مره ثانيه لان ده مرض كرونيك تمام يا دكاتره لو الدكتور محمود عبد الله بيقول لو كنت حنينه في علاج البنفيجاس العيان ده هيحصل له ريزيستنس الكورتيكوستيرويد ومش هتلاقي له علاج بعد كده وذنبه في رقبتك لازم تبقي فيري اجريسيف في علاجك للبنفيجاس فالجاريس فبتبداي بالكورتيزون وبتوصليه معاه بادجفنت ثيرابي حاجه اسمها كورتيكوستيرويد سبيرنج دراج زي الازاثوبرين بس اعرفي ان الازاثوبرين ما بيشتغلش الا بعد 4 إلى 6 أسابيع فما ينفعش توقفي الكورتيزون الا بعد 6 أسابيع عشان يكون السايكلوسبورين ده قصدي الازاثوبرين ده بدا يشتغل تمام لانك لو وقفتيه قبل 6 أسابيع يبقى انت كده سايبه العيان من غير علاج اصلا
فالشروط عشان تبداي تابرنج في كورتيكوستيرويد ان لازم يبقى ما ظهرلوش ليجنز جديده لمده اسبوعين، وحوالي 80% من الليجنز اختفت من جسمه. تبداي تعملي تابرنج بقى بالراحه شويه شويه لغايه ما توصلي للمينتنس دوز، وممكن تعملي له ريبليسمنت بستيرويد سبيرنج دراجز يبقى افضل، بيبقى اقل ضرر من الكورتيزون، لان الكورتيزون فترات طويله بيعمل استيوبروزيس، بيعمل هايبرتنشن، بيبوظ حاجات كتير يعني. تمام دكتور، معلش، هو السايكلوسبورين طب بيشتغل في خلال قد ايه؟ لا بيشتغل على طول، انما هي الاذى السايبرين هو اللي بتاخر، عشان كده تبقى واخده بالك امتى توقفي الكورتيزون وانت ماشيه مع الايه الايه الكورتيزون. هو ده اطول حاجه بتاخد وقت عشان تشتغل. تمام الاذى السايبرين، انما السايكلوسبورين ممكن ياخد له اسبوع وبعدين يبدا يشتغل على طول، مش بياخد وقت طويل زي الاذى السايبرين. تمام، فهيقول لك وين تو ستارت انك تعملي كونسوليديشن. كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني تبداي تعملي تابرنج عشان تعملي المينتنس دوز لما يوقف عن انتاج اي نيو بلستر لمده اسبوعين، وكمان 80% من الليجنز راحت من جسمه. ابدا اعمل تابرنج بالراحه. فور هاو لونج؟ يعني ممكن تقعدي على مدى 6 شهور تعملي تابرنج. طب هاو تو ديل وذ ذا ريلابس؟ ارجع للدوز اللي قبلها اللي كان ستيبل عليها، يعني مش ارجع للاصل، لا لا ارجع يعني انا كان عند 30 ملي جرام برداي كان مظبوط ومتظبط، وبعدين لما اول ما خليته 25 ملي جرام رجع له الفيزيكلز تاني بدات تظهر، لا ارجع لل 30 وافضل ماشيه عليه لغايه اسبوعين، لغايه ما فيش ولا ليجن يظهر تاني في جسمه، ابدا اعمل بقى تابرنج تاني من ال 30 دي. تمام يا دكاتره؟ ده شكل الايه بقى البنفيجاس فليش. هنبدا بنفيجاس فليش. فهمتوا بنفيجاس فالجاريس يا دكاتره؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. نبدا بقى بنفيجاس فليشيس. شوفوا عامله ازاي، قشور قشور قشور، وما بتحرقوش قوي زي الايه بنفيجاس فالجاريس. وكان ديزموجلاين 1 صح كده؟ ديزموجلاين 1 اللي هو في السوبرفيشال بارت اوف ذا سكين، انما ديسموجلين 3 بيبقى في سوبرا بيزل. خلاص عشان كده الليجنز بتاعه البنفيجاس از ديبر ذان ذات اوف ذا بنفيجاس فوليشيس. تمام، بنفيجاس فوليشيس بتبان يا اما اريثروماتوزس يعني لوكالايزد في الفيس كده وفي المالر تعمل مالر راش زي اللوبس اريثروماتوز بالظبط، بس مش مالهاش الكرايتيريا بتاعت اللوبس، يعني ده مش لوبس. تمام، والفوجو سيلفيجم انا كاتباها غلط معلش بصلحها، دي الانديميك فور. بص كده معايا، ده بنفيجاس فوليشيس بيبقى بايه اللي بتاثر؟ ده السكين وده الميوكاس ممبرين. ده هنا انتي ديسموجلاين 1 لما بيأثر على الميوكاس ممبرين، ولا يهمه الميوكاس ممبرين لان المين ديسموجلاين في الميوكاس ممبرين هو ديسموجلاين 3، فما فيش لو لاحظتي ما فيش اكانثولوسيس هنا. انما ديسموجلاين 1 ده هو المين ديسموجلاين في الابر بارت في السكن، فيحصل اكانثولوسيس في الحته دي بقى. انما بنفيجاس فالجاريس مين اللي بينضرب؟ سوبرفيشال. سوبرفيشال، هو فيري سوبرفيشال بنفيجاس فوليشيس. انما فيش، بص كده البنفيجاس فالجاريس اللي بيتضرب الديسموجلاين 3. ديسموجلاين 3 هو المين ديسموجلاين في الميوكاس ممبرين. اول حاجه تتاثر. خلاص ديسموجلاين 3 بيبقى موجود برده في السكن، بس ديسموجلاين 1 بيدافع عنه بيأخره شويه، فتلاقي الليجن في السكن ما تظهرش بدري في البنفيجاس فالجاريس، تظهر بدري في البنفيجاس فليشيس. اول حاجه بتظهر بنفيجاس فالجاريس هو الميوكاس ممبرين، بعديها بعد ما يفشل خالص الديسموجلاين 1 تبدا تظهر سوبرا بيزل بلسترنج اللي بتحصل في الديسموجلاين 1. يعني ده ايرلي، ما فيش سكن ما فيهوش اكانثولوسيس. ليت بقى ان يحصل سوبرا بيزل، سوري مش ايرلي، ده ليت، هي كانت مكتوبه ليت، وانا عشان كوبي بيست على طول وعايز اخلص نسيت اكتبها. هي ليت يعني ديسموجلاين 3 بيبقى في الميوكوس ممبرين يعمل اكانثولوسيس عادي، والسكن بدا يتاثر اهو ان ليت ستيج سوبرا بيزل. ايوه سوبرا بيزل، انما دي سب كورنيا.
يبقى ايه الفرق بين بنفجاس فوليشس وال وبنفجاس فالجاريس؟ ان دي سب كورنيال انما دي سوبرا بيزل. مين اللي بيردد وراي، سلمى ولا شيماء؟ سهام. سهام، هو انت اول مره تقري الفيزيكولو بولس؟ ما قريتوش قبل كده؟ لا لا قريتها قبل كده. تمام الحمد لله. البنفجاس فوليشس في سكان بولي فيري سوبرفيشال دراي اب رابيدلي، تعمل سكيل وكراست، ما بيبقاش محروق زي البنفجاس فالجاريس. البنفجاس فوليشس عاده بيبقى وايد سبريد الا لو في فاريانت. ما في حاجه اسمها ايه كلاسيك بنفجاس فوليشس والفاريانتس بتاعته. انا دلوقتي بتكلم على الكلاسيك، ان بيبقى عاده بيبقى وايد سبريد. خلاص لما اتكلم على الفاريانت اقول لكم ان ده الفاريانتس بتاعه. ميوكوس ممبرين عاده ما بيتاثرش، اسوشيتد سيستميك ولا اي حاجه، هو بيبقى زعلان من القشور اللي على وشه دي بس. بس له تو فاريانتس، الاريثروماتوزس اللي بسميها سينير اشر سندروم، او فوجو سيلفيجام اللي هي الوايلد فاير، عامله زي النار اللي ضربت في الغابه فحرق الجسم كله والجسم بيحرقه بقى المره دي. دي بتحصل نتيجه الساند فلاي بايت، بتحصل في البرازيل وفي حتت معينه في افريقيا زي تونس مثلا بيبقى فيها فوجو سيلفيجام ده. ماشي بصي ده السنير اشر سندروم او بسميها بنفجاس ريثروماتوز. بصي عامله ازاي، عندها ملل راش زي بالظبط ايه سيستميك لوبس. طب ايه التشابه بينها وبين السيستميك لوبس؟ تعالي بصي هنشوفها كده، تبقى في الفيس وفي السيبوريك اريا. بصي في الظهر عامله ازاي، وفيري سوبرفيشالي ما بتحرقوش قوي زي البنفجاس فالجاريس. الاريثروماتوزس ات از لوكالايزد فاريانت، ات افكت الميدل ايج والاولد بيشنت، سكيلي كراستد مالر ريجن اوف ذا فيس في السيبوريك اريا. سيميلر لللوبس اريثروماتوزا انها بتصيب المالر اريا اون اكسبوجر لليو في لايت. كمان في ايمينوجلوبولين جي وكومبلمنت بيبقى موجود على السيل سيرفيس وعلى البيزمنت ممبرين لوبس فان تيست، عشان كده بنبقى متلخبطين فيها جدا ومش عارفين يشخصوها. وكان كمان المصيبه السوداء بقى ان كان عندها انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف. بس البنفجاس اريثروماتوز ما عندوش الاذر كرايتيريا بتاعه الميد الام دي سوبريم بتاعه الايه الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي اللي بنسميها اكر، الاكر اللي هي ايه امريكان كوليدج اوف روماتولوجي. بصي الام دي سوبريم دي بتاعه السيستميك لوبس دي مش موجوده ابدا فين، في السنير اشر سندروم اللي هي البنفجاس اريثروماتوزس. فاكرين عايزين تحفظوها ام دي سوبريم اوكي، عايزين تحفظوها انها اربعة سكين كوتينيس. ايه الاربعة كوتينيس؟ مالر راش، ديسكويد راش، اورال ألسر، وفوتو سنسيتيفيتي. عايزين تحفظوها انها اربعة سيستميك مانيفستيشنز زي ايه؟ سيروزايتس، ارثرايتس، رينال، نيورولوجيكال. ثلاثة لابوراتوري اللي هي بلاد، انتي نيوكلير انتي بوديز، وايمينولوجيكال. الايمينولوجيكال هتلاقي انتي دبل ستراندد، انتي سميث، انتي فوسفوليبيد. البلاد هتلاقي فيها ليمفوبينيا، ليكوبينيا، هيموليتيك انيميا. خلاص بالاضافه للايمينولوجيكال هتلاقي فيها ويزرمان تيست بتاع السيفرس بوزيتيف كمان. خلاص ده بالنسبه للسيستميك لوبس. السنير اشر ما فيهوش الكلام ده، جاست بس ان عنده ثلاث صفات من السيستميك لوبس اللي هو ايه مالر راش بس، وفي ديبوزيشن في ايمينوجلوبولين وكومبلمنت ثلاثة على البيزمنت ممبرين وعلى السيل سيرفيس، وفيها انتي نيوكلير انتي بودي بس. هل ده يشخص سيستميك لوبس؟ لا، فلازم تمشي وراه بالبايوبسي وبالدايركت ايميوفلوريسنت، هتلاقي ان صفاته تميل اكتر ناحيه البنفجاس فوليش. انما ده الفوجو سيلفيجام بقى بصي عامله ازاي، النار المحترقه واخده جسمها كله وسيفير بقى وبتحرقها وعايزه تهرش فيها. بصي عامله ازاي، ده السني ده اللي هو اللي اسمه ايه فوجو سيلفيجام. وايلد فاير او بيرنت ابييرنس جيف اتس نيم سبيشالي في السان اكسبوز، تطلع في الشمس يحصل لها المصايب دي. وايد سبريد انديميك فاريانت
فينك عكس بقى ايه الاريثروماتوز. الاريثروماتوز كانت افكت مين؟ الاولد والميدل ايج. بصي ميدل ايج واولد. انما الفوجو سيلفيجن بتافكت مين؟ اليونج والتشيلدرن. burning sensation especially on sun exposure with a scaly crusted lesion may be precipitated by black fly. ده نوع من الساند فلاي. موجودة فين؟ في الرورال areas. It is endemic في برازيل وفي تونس وفي تنزانيا وفي كولومبيا. واضحة يا دكاترة؟ واضحة؟ بنفيجاس فوليشيس بيبقى عنده elongated cell. عنده ايه؟ شيماء، انت معايا شيماء؟ سوزان، شيماء عامر وشيماء عبدين معايا ولا مش معايا؟ ردوا عليا. معاك مع حضرتك يا دكتور. في حاجة واقفة؟ اسألوا يا جماعة. لا تمام يا دكتور. عشان ما تناموش مني، الوقت طويل. معاك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. تمام. التي زانك سمير بتبقى elongated spindle like cell acantholytic cell. ليه؟ لأن جاية من الستراتم جرانيلوزم فبيبقى طويلة شوية. إنما دي بتاعت المدورة بتاعت مين؟ بنفيجاس أنهي؟ فالجارس. الجارس مش جاي من تحت. هيستوباثولوجي اوف بنفيجاس فوليشيس اللي هي ابيدرمال باثولوجي. يعني بيبقى في الاول زي البنفيجاس ايزينوفيليك سبونجوزس في الايرلي ستيج، بيبقى في ايديما وايزينوفيا اراوند الكيراتينوسايت. بعد كده تبدا يحصل البولس ستيج سب كورنيال بولي فيلد ويز ايزينوفيل برضو اكانتوليتيك سيل هايبر كيراتوزس باراكيراتوزس ديسكيراتوزس اكانتوزس عند بابلوماتوزس بتحصل في البنفيجاس فوليشيس. هتلاقي عنده ايه؟ قشور كتيره جدا على جلده. انما التاني بيبقى عنده السرز سوري اروجنز وكراستيشنز. ما اسمهاش السر. السر اللي احنا خدناها في الهيستوباثولوجي يعني وصلت ديب للبيزنس ممبرين. تقولي السر في البولس بنفيجويد، انما تقولي اروجنز في البنفيجاس فالجاس. بصي شكلها عامل ازاي؟ ومليانه ايزينوفيلز. السيتوبلازم احمر والنيوكليوس سودا. خلاص لو قربت منها شويه هتلاقيها عامله زي سماعه التليفون، ليها دايرتين كده وموصولين ببعض بخط. خلاص وهتلاقي الاكانتوليتيك سيل المفروض تبقى طويله هنا. ادي الزينوفيلز برضو اهي في الابيديرمس كله. خلاص ودي ساب كورنيا. بصي ادي الزينوفيلز اهي وشوفي الاكانتوليتيك سيل طويله ازاي. هنا دايركت ايمينوفلوريسنس الانتي بودي ايمينوجلوبولين جي انتر سيلولار مينلي في الابر ديرمز. فيش نت ابيرنس بس ماسك الابر ديرمز وماسك يعني دي حوالين ايه اللي دي تعتبر اللي هي الفتحه بتاعت الاكراين داكت. فاكرين لما انتوا فاكرين اللي خدتوها في الفسيولوجي حاجه اسمها سيرنجي وستراكشر يعني حاجة كده مفتوحة بتاعت الأنية بتبقى ماشية كورك سكرو باترن. فلما تيجي تقطعي ساعات بتحصل فتحات كده في الإبيدرمس نتيجة وجود إكراين داكت. فدي موجودة في شوفي سوبرفيشال أريا بتاعت الإبيدرمس. ليه؟ لأن هي واخدة الديسموجلاين 1. بصي منظرها إزاي من فوق أكتر حاجة. مش واضحة أوي من تحت، لما واضحة أوي من فوق والحتة اللي هي الأكانتوليتيكا اللي هي سوري السيباريتد وعاملة بولة ساية. الاندايركت منفلورس بتستخدمي الاسوفاجس بتاع الجينيا بيج. شوف بنفيجاس فوليشيس لطيف ازاي. التاني بتستخدمي قرد، انما ده انا بستخدمي جينيا بيج اسوفاجس از سبستريت عشان تشوفي البايندنج اوف ايمونوجلوبولين جي للديسموجلاين 1. الاميون الكترو مايكروسكوب بيقول لك ان هي هتمسك في الديسموجلاين 1 اللي هو 160 كيلو دالتون. انما الديسموجلاين 2 كان كام كيلو دالتون يا دكاتره؟ حد يرد عليا. ما هو مش هكمل لو ما حدش رد. انتوا نمتوا؟ هو ايه السؤال معلش يا دكتور؟
الديسم جلاين 3 كم كيلو دالتون الوزن بتاعه؟ 160 130 انما ديسم جلاين 1 هو اللي 160 تمام؟ تريتمنت بنفيجاس فوليشيس هو والبولس بنفيجود هناخده المره الجايه توبيكال كورتيكوستيرويد كلاس 1 اللي كان اسمه ايه كلاس 1 اللي كان ساكن في الدور الاولاني فاكرين لما خدناه في الجرانيلوما الكلوبيتازول برافو الكلوبيتازول ده اوينمنت وكريم ايوه هو ده اوينتمنت بقى تحطيه او لو هو عشان مويست ليشه فممكن تحطي كريم وتحطيه بحيث ان هي ايه سوبر بوتنت بلس او توبيكال امينو موديلاتر ايجنت السايكلوسبورين مش تاكلوا لمس يعني احسن مش عارفه لا همسحها دي هي سايكلوسبورين ميتوتريكسيت الحاجات دي بس لا ممكن لان هي تاكرولمس على فكره هي نفسها السايكلوسبورين على فكره بس السايكلوسبورين ده سيستميك والتاكرولمس ده التوبيكال توبيكال كالسينيرين انهيبيتورز فاهمين المعلومه دي يا دكاتره الاثنين بيعملوا انهيبيشن الانترلوكين 2 توبيكال انتيبيوتيك عشان ما يحصلش سكندري انفكشن لان في ايروجنز ولو دوز سيستميك ستيرويدز او دبس لو ما استجابش للتوبيكا خلاص هنبدا في نوع تاني بس خدوا نفسكم اسمه هيربيتي فورم بنفيجاس او بنفيجاس هيربيتي فورم ده المرض ده سيدنا ايوب قلت لكم في اول الشرح بيتميز بايه المرض ده very highly virulentic برافو وايه تاني وريسبونسيف للسلفونامايد تمام انما هو بيبقى شبه البنفيجاس يا فالجاريس يا فوليشيس بس اللي بيميزه يعني هو بيمسك برضه ب ديسوجلاين 1 و2 و3 بس اللي بيميزه ان هو فيه الصفتين دول وكمان بيبقى شكله هيربيتي فعامل زي الهربس جروبد فيزيكلز وذ اريثيميتس سبيس خلاص سرير سب تايب بيبقى بصراحه تشالنج ان دايجنوز لان صعب ان يتشخص لان بيبقى شكله عامل زي يعني في الاول بيبقى شكله عامل زي الهربس وبعدين يبدا يحصل فيه كراستيشنز كده وايروجن خلاص وبعدين بيهرش حاجه مش واضحه يعني الهربس ما بيهرش الهربس بتوجعه خلاص فهي دي ممكن يبقى فاريانت من البنفيجاس فوليشيس موستلي او ممكن يبقى شبه الايه البنفيجاس فالجاريس سكين ليجن فيتشر بتبقى جروبد فيزيكال درماتيتس هيربيتي فورم لايك هناخد الدرماتيتس هيربيتي فورم اللي هو بتاع الايه الجلوتين هايبر سنسيتيفيتي بيبقى عنده سيلياك ديزيز بيبقى عنده درماتيتس هيربيتي فورم سمعتوا عن السيلياك ديزيز هي بقى شبهه بس دي ايبيديرمال انما درماتيتس هيربيتي فورم دي ايبيديرم ده ديرم يعني سب ايبيديرمال يعني حاجه تبع البيزمنت ممبرين تبقى بيريوريتيك وإريثيميتس بيز with marvelous response to sulfonamide surrounding skin تبقى إريثيميتس زي الهربس بالظبط بس ميوكاس ممبرين الغريب المفروض الهربس بيبقى فيه ميوكاس ممبرين ده ما فيهوش ميوكاس ممبرين يا سيدنا ايوب كان بيتكلم وكان بياكل بس يا عيني الجلد بتاعه كان very highly بيريوريتيك لدرجه ان الناس بعدوا عنه وخافوا منه من كتر الهرش اللي كان ايه بيهرشه يا حرام تمام سبحان الله شوف المنظر عامل ازاي eruptions في كل حته وارثيميتس بيز فيزيكلز وارثيميتس بيز وحصل لها رابشر اهي في جلدها كله الاول بتبدا ارتكاريا ليجن كده زي اي زي اي بنفجس وبعدين تبدا تعمل هيربيتي فورم eruption تبقى هايلي بيروريتك اول ما تديها السلفونامايد سبحان الله بتستجيب فالسلفونامايد ده ممكن ايه يعني ايه دايجنوستيك وفي نفس الوقت ثيرابيوتيك بص منظرها عامل ازاي اريثيميتس بيس خلي بالك وبريوريتيك ادي اريثيميتس مفيش اي نوع من البنفيجاس بيبقى نورمال سكيل اللي حواليه ما بيبقاش اريثيميتس كده
بص المنظر بين فيجاس هربيتي فور إيزينوفيليك أند نيتروفيليك سبونجوزس. يعني ده بصي ده فلويد ومليان نيتروفيل وإيزينوفيلز وفوكال سوبرا بيزل أكانثوليسس. سوبرا بيزل أكانثوليسس ده لو هو بنفيجاس فالجاريس فاريان. الحالة دي اللي احنا وريتها لكم قبل كده دي سوبرا بيزل، يبقى دي بنفيجاس فالجاريس فاريان. بصي الإيزينوفيلز كثيرة ازاي لونها أحمر دي، وفي سوبرا بيزل أكانثوليسس تمام. بنفيجاس هربيتي فورم وفوكال سوبرا بيزل أكانثوليسس ده إيزينوفيلز اهي، ده نيتروفيل. طيب differential diagnosis of eosinophilic spongiosis بتحصل في البنفيجاس فالجاريس، بتحصل في البنفيجاس فوليسيوس، بتحصل في الربيتيفورم بنفيجاس، بتحصل في البولس بنفيجويد، بتحصل كمان في الدرماتيتس ربيتيفورم، في اللينير اميونوجلوبين ايه بولس درماتوس بيبقى معاه سبونجوزس ايزينوفيلز ونيتروفيل. خلي بالك اي اميونوجلوبين ايه لازم يبقى معاه نيتروفيل، ده اضافه اليه ان يبقى معاه ايزينوفيل. دراج اندوس دراش اي دراج اندوس لازم يبقى معاه ايزينوفيل. والرجيك كونتاكت درماتيتس لازم اي الرجيك، زي لما عملنا تيزان كسمير وانا نسيت اكتب الايزينوفيلز، قلت لكم على فكره يا جماعه هنا في ايزينوفيلز لازم تشوفي ايزينوفيلز في الالرجيك كونتاكت درماتيتس. ايوه حبيبتي اتفضلي، انا سعيده جدا انت هتسالي لان انا حاسه بالوحده الشديده. اتفضلي دكتور. الصوت كان رايح من عندنا كلنا. انا اسفه بس الصوت كان رايح خالص من عندنا كلنا فعلا. طب انا عند انهي بتاع من الديفرنشال diagnosis of eosinophilic spongiosis؟ والله انما الصور دي شفتوها خلاص، يعني سمعتوا الكلام اللي على الصور تمام. differential diagnosis of eosinophilic spongiosis يا جماعه بتبقى موجوده في الاتي. بنفيجاس فالجاريس قلنا بتبدا eosinophilic spongiosis، بعدين يبدا يظهر سوبرا بيزال بولي. بنفيجاس فوليشيس بتبدا برضو eosinophilic spongiosis، يعني fluids وeosinophil in between the cells، وبعدين يظهر السبكورنيال بولي. الهربيتي فورم بنفيجاس برضو بتبدا بس بتستمر، يعني بيفضل معاها الايزينوفيلز وبتعمل حتى انترا ايبيدرمال سبونجوزس وجواها ايزينوفيل ونيتروفيل، ده اللي هي الهيربيتي فورم بنفيجاس. خلاص البولس بنفيجويد ده مشهور طبعا ان بيبقى معاه ايزينوفيليا وايزينوفيليك سبونجوزس. درماتيتس هربيتي فورم دي حاجه نوع من البولس بنفيجويد نتيجه السيلياك ديزيز، واحد عنده جلوتين هايبر سنسيتيفيتي فمع الوقت بيحصل له السكين ايربشن، ده بيبقى شكله زي الدرماتيتس هربيتي فورم كده وبيهرش برده، بس تيجي تعملي له الدايركت امينوفلورسن تلاقي الديفكت موجود جرانيولار ديبوزيشن اوف اميونوجلوبولين ايه عند الديرمال بابيلي عند البيزمنت ممبرين. لينير اميونوجلوبولين برضو بس ده لينير بقى مش جرانيولار زي الدرماتيتس هربيتي فورم، ده لينير واخد البيزمنت ممبرين كله ديبوزيشن اوف اميونوجلوبولين ايه عند الايه البيزمنت ممبرين، ده نوع من البولس بنفيجويد هناخده المره الجايه. دراج اندوس دراش اي دراج اندوس لازم يبقى فيه ايزينوفيلز، ولا ما تبقاش دراج لان دي نوع من الالرجي. الالرجي كونتاكت درماتيتس، فاكرين لما بقول لك تيزانك سمير انا نسيت كلمه ايزينوفيل يا جماعه في الالرجي كونتاكت هزودها قبل ما اديكم البرزنتيشن، فدي لازم تبقوا عارفين ان اي الرجيك او اي دراج لازم يبقى فيها ايزينوفيلز. حفظتوها الحاجات اللي بيبقى فيها ايزينوفيليك سبونجوزس. كمان الدرماتيتس هربيتي فورم يا جماعه بيبقى فيها نيتروفيل وبيبقى فيها ايزينوفيل لان هي اميونوجلوبولين ايه ديبوزيشن تمام، ولينير اميونوجلوبولين ايه بيبقى فيها الاثنين نيتروفيل وايزينوفيل والاثنين بيتعالجوا بالدابسون، لا الاثنين اميونوجلوبولين ايه والاثنين فيهم نيتروفيل فبيستجيبوا كويس قوي للدابسون، والاثنين فيهم ايزينوفيل تمام. Presence of epidermal intercellular immunoglobulin G ده بيعمل في الحالة